عائلة سورية تفقد صغيرها وترزق بمفاجأة في نفس الليلة. ماذا حدث في ولاية بورصة التركية؟ وكيف عوضهم الله بطريقة كان وقت حدوثها خارج نطاق تفكيرهم؟ تعالوا نتعرف على ما حدث لتلك العائلة في ملخص القصة. الخير قرين دائم للصبر، حكمة بالغة انطبقت على تلك العائلة السورية التي تعيش في ولاية بورصة التركية. تلك العائلة التي ارتبطت كثيراً بصغير لديها اسمه محمد حمدوني، الذي لم يكن يبلغ من العمر 24 شهراً، كانت بالنسبة لهذه العائلة أجمل أيامها وذكرياتها. وطالما اصطحبت العائلة صغيرها إلى حيث ذهبت في محاولة للترفيه عنه وإشراكه في سن مبكرة لحظاتهم الهادئة التي ازدادت جمالاً بوجوده فيها. ما أن بدأ محمد يخطو أولى خطواته في هذه الدنيا حتى ابتسمت الدنيا لعائلته، يصورون لحظاته الجميلة ويقلدون حركاته، حتى أصبح محمد بالنسبة لهم كل شيء في حياتهم التي أنستهم ابتسامته همومها بعد أن اعتادوا إخراجه معهم إلى المتنزهات العامة والحدائق. وفي ذات مرة اصطحبت العائلة صغيرها أثناء خروجهم لقضاء بعض الوقت في الترفيه. كان الذهاب إلى منطقة أنغول بولاية بورصة التركية هو وجهة العائلة في تلك المرة، لكن تلك المنطقة برغم جمالها تستدعي الحذر الشديد. إنها أكبر مقاطعة في الريف الجميل لمدينة بورصة، وتشمل 116 حياً. بوصول العائلة إلى تلك المنطقة، تركوا لصغيرهم الحرية في ممارسة اللعب والجري لمسافات قليلة بجوارهم، بحيث يكون تحت سمعهم وبصرهم كما اعتادوا. لكن أمرا غريبا حدث قلب موازين العائلة في تركيا وأصولها في سوريا. خرج محمد وليته ما خرج، فأثناء تواجد أفراد العائلة في مكان للترفيه اعتمد كل منهم على الآخر في مراقبة محمد وتحركاته، ولا أحد يدري ما حدث وقتها. فلعل الكلام أخذهم، أو لعلهم اندمجوا في مناقشة أمر معين شغلهم عن متابعة صغيرهم. وفجأة التفت الجميع يمينا ويسارا من دون أن يجدوه بينهم. كادت قلوب أفراد العائلة أن تطير من هول الموقف، وواصلوا البحث في كل شبر من المنطقة التي تواجدوا فيها للترفيه، لكن ساعات البحث قد طالت من دون أن يصلوا إليها أو يجدوا له أثرا. وعلى الفور أبلغوا السلطات التركية وتم العثور على محمد، لكنه كان بكل أسف كان قد فارق الحياة. لقد وجدت فرق الإنقاذ محمد بعد أن غمرته المياه في مجرى نهر بتلك المنطقة، لكن لطف الله كان أقرب إلى تلك العائلة من أحزانهم التي سيطرت عليهم لبعض الوقت. فقد شعرت والدة الصغير المفقود بتغيرات ومعاناة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لترزق مولوداً جديداً في نفس اليوم، لتمتزج دموع العائلة على صغيرهم المفقود ببسمات الفرح بقدوم صغير آخر مولود. وردد الجميع سبحان الله، وكأن الله قد شاء لهم تعويضاً بحكمته وقدرته، لتتم تسمية المولود الجديد بنفس اسم شقيقه الراحل.